السلام عليكم، معاكم كولي. اذا كنت اول مره تشوف قناتي فانا انزل قصص واقعيه ومواضيع مثيره للاهتمام، فاذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر سبسكرايب موجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدا. طبعا اول شيء احب اشكركم على وصولنا 2 مليون مشترك، جد هذا شيء جدا يسعدني اننا وصلنا لهذا العدد من المشتركين، فجد من كل قلبي يعطيكم الف عافيه. فعشان هذه المناسبه قعدت انزل قصص بالسناب شات للي ما يدري، فراح يطلع لكم كود سنابي على الشاشه، بس عليكم تصورون الشاشه وتضيفوني الحين، لان باكر الساعه 12 بالليل راح اتكلم لكم عن قصه تخص الجن واشياء يمكن ولي اول مره تسمعونها، لان الاشياء اللي قريتها انا اول مره اقراها، يعني اشياء جديده انا ما كنت اعرفها. فتطوفون القصه باكر الساعه 12 بالليل على السناب شات. اما الحين خلونا نبدا بموضوعنا اليوم. طبعا موضوعنا اليوم مثل ما تعرفون راح نتكلم عن الماسونيه وعن المشاهير اللي مع الماسونيه او اللي انضموا حق الماسونيه. طبعا اكيد ما راح اتكلم لكم عن الماسونيه بشكل عام وشنو هم الماسونيه او شنو هي مخططاتهم، هذا كله ما راح اتكلم عنه الحين، لان اتوقع الحين الكثير يعرف شنو هي الماسونيه، واللي ما يعرف ماسونيه علشان ما يتخربط وهو قاعد يشوف الفيديو، الماسونيه هي منظمه عالميه سريه. بتقول لي سريه ايش عرفك فيها؟ بقول لكم ان هذه اشهر منظمه عالميه سريه، يعني تخيل ان العالم كله يعرف عنهم بس تتم منظمه عالميه سريه، لان في اشياء واجد هم قاعد يخططون لها ويسوونها واحنا ما نعرفها، فعشان كذي هي منظمه عالميه سريه، بس هم بعد في اشياء واجد خططوا لها وانتشرت والناس عرفتها، وهي باختصار منظمه عالميه شيطانيه، انا اسميها شيطانيه والكثير من الناس يسمونها شيطانيه، لان فعلا هم يتبعون للشيطان. المهم فاليوم انا ما راح اتكلم لكم عن الماسونيه بشكل عام، انا راح اتكلم لكم عن جزء من الماسونيه اللي هو الاعلام، لان الماسونيه مثل ما نعرف انها تتحكم بالاعلام العالمي. بتقول لي زين شنو بتستفيد منظمه عالميه بانها تتحكم بالاعلام؟ بقول لكم ان سلاحنا بهذا الوقت هو الإعلام. يعني الدول الحين ما تفكر انها تتحارب مع دوله ثانيه، لا، تقدر تشوه سمعه الدوله الثانيه عن طريق الاعلام، سواء كان بالبرامج، بالمسلسلات، بالافلام، حتى بالاغاني. فانا من وجهه نظري بعالمنا هذا او وقتنا هذا اشوف ان الاعلام هو اقوى سلاح ممكن اي دوله تقدر تستخدمه. وهم في معلومه ممكن الكثير ما يعرفها عن الماسونيه، الماسونيه هي تحالف بين الانس والجن وهدفها السيطره على العالم كله. وانا تكلمتكم من قبل عن فيديو اسمه الشعاع الازرق اللي هو من تخطيط الماسونيه وشنو هدف الشعاع الازرق، فانت اذا ما شفت فيديو الشعاع الازرق لازم ترجع وتشوفه، لان متكلم تفاصيل اكثر عن شلون تفكر الماسونيه انها تسيطر على العالم. المهم بما ان الماسونيه هدفها انها تسيطر على العالم وعلى عقول العالم، فمن اسهل الطرق انهم يسيطرون على عقول العالم يسيطرون على المشاهير، لان كلنا نعرف ان المشاهير سلطتهم وقوه تاثيرهم على جمهورهم اللي يحبهم تكون اقوى بكثير من ان الماسونيه نفسها تسيطر على الناس. فلما الماسونيه تسيطر على المشهور وتعطيه مبالغ مهوله يبدا المشهور ياثر على معجبينه. فراح تقولون زين اوكي ممكن المشهور ياخذ الفلوس ويطبق اللي هم سووه، يكون في بينهم عقد، بعد ما ينتهي العقد خلاص ما يسوون الاشياء اللي تطلبها منهم الماسونيه. راح اقول لكم انتم غلطانين، لان عقدهم مدى الحياه. بالضبط المشهور يبيع روحه للشيطان او للماسونيه، وهني بدورها الماسونيه تعيشه بنعيم من فلوس من بيوت من كل شيء. بتقولون زين ممكن الانسان يمل، فاكيد المشهور هذا راح يمل عقد مدى الحياه؟ راح اقول لكم ايه اكيد راح يمل، بس بقانون الماسونيه الشخص اللي يمل او يقرر انه يطلع من الماسونيه راح تكون نهايتهم ماساويه، وصعب علينا اننا نفكر شلون راح تكون نهايته. فعشان كذي انا جبت لكم كذا مشهور انضم حق الماسونيه، في منهم اللي تضرر وفي منهم اللي لحد الحين مستمر. خلونا نبدا باول واحد. اول واحد اللي هو مايكل جاكسون. مايكل جاكسون مثل ما الكل يعرفه انه مغني مشهور عالميا، حتى الناس اللي ما يسمعون اغاني اجنبيه يعرفون مايكل جاكسون. وهم بعد نقدر نجزم ان مايكل جاكسون وصل حق قلوب ناس واجد، عنده معجبين من جميع انحاء العالم، واللي زاد من حب الناس له انه كان من اكثر الناس اللي يحاربون العنصريه بين البيض والسمر. المهم مايكل جاكسون توفى سنه 2009 وترك العالم بحيره، هل مايكل جاكسون مات او لحد الحين عايش؟ هذا غير الناس اللي يقولون انه مات موته غير طبيعيه، في ناس يقولون انقتل. المهم في عام 2005 انتشر تسجيل صوتي حق مايكل جاكسون، وهالتسجيل الصوتي كان سري، كان التسجيل الصوتي بين مايكل جاكسون ومدير اعماله، كان يقول مايكل جاكسون حق مدير اعماله انهم مثل السلعه، جعلوني اشهر شخص بالعالم محاط بالسيارات والبيوت، ولكن في الحقيقه انا مفلس. يفعلون ذلك عن عمد، انها في الحقيقه مؤامره. هذا جزء من التسجيل الصوتي اللي كان بين مايكل جاكسون ومدير اعماله، وكان يقصد فيها الماسونيه. المهم بعدها قام يلاحظ الناس ان مايكل جاكسون قاعد يحارب منظمه سريه عن طريق اغانيه، الناس ما كانوا يفهمون شنو يقصد، بس بعد وفاته كل شيء انكشف، وفهموا شنو كان يقصد باغانيه، ومنه هي المنظمه السريه. وهم بعد اللي يزيد من الموضوع شك ان مايكل جاكسون كان مسوي لقاء صحفي، وبهاللقاء هذا قال الامر كله عباره عن مؤامره، عليكم معرفه ذلك، كل كلامه كان عباره عن شفرات، لازم الناس لما يسمعونها يحلونها، شنو يقصد؟ ومنو يقصد؟ طبعا بتقولوا لي انزين التسجيل الصوتي السري اللي كان بين مايكل جاكسون ومدير اعماله واللقاء الصحفي هذا، الماسونيه ما تدري عن هذا الموضوع؟ راح اقول لكم بلى الماسونيه تدري عن هذا الموضوع، وشوفوا شنو الماسونيه سوت. بدت الماسونيه يوم بعد يوم تقعد تشوه سمعه مايكل جاكسون، والناس قاعد تلاحظ هذا الشيء، طبعا ما قاعد تلاحظ ان الماسونيه قاعد تسوي كذي، قاعد تلاحظ ان مع الوقت كل يومين طالعه فضيحه عن مايكل جاكسون، موضوع غريب، كل هذا كان هدفه تدمير حياته، وبالذات بعد ما وصل الخبر حق الماسونيه ان مايكل جاكسون قاعد يفكر انه يعتنق الاسلام، يبي يصير مسلم، فهذا راح
يكون خطر كبير عليهم، لان اولا واخرا الماسونيه هدفها انها تدمر الديانات، فبالنسبه لهم اقوى ديانه هي الاسلام. فلما واحد مثل مايكل جاكسون يعتنق الاسلام، ممكن واجد من المعجبين اللي ميتين عليه يعتنقون الاسلام او يبحثون عن الاسلام اكثر ويعتنقونه. فهني راح يكون استخدامهم حق مايكل جاكسون صار عكسي، بدل يدمر الديانات ساعد الناس على انهم يعتنقون الديانات. المهم بدوا يشوهون سمعته، بدوا يطلعون اشاعات واجد عنه، الى ان وصل الخبر حق الناس كلها صادم، مايكل جاكسون توفى عن طريق جرعه زايده من مخدر، واللي عطاه المخدر هذا هو طبيبه، وتمت محاكمة الطبيب بس مايكل جاكسون توفى. فهني الناس عرفوا ان الطبيب كانت مجرد اداة استخدمتها الماسونية عشان تقتل مايكل جاكسون. المهم وما زالت الحقائق يوم بعد يوم قاعد تطلع اكثر واكثر. طبعا اكيد ب 2009 لما توفى مايكل جاكسون الناس ما كانت تعرف هالحقائق هذه قاعد اقول لكم اياها، بس مع الوقت قاعد تطلع الحقائق اكثر واكثر، ومن هالحقائق هذه بنته باريس جاكسون. دائما باريس جاكسون لما تطلع باللقاءات تلمح ان في منظمة هي سبب في مقتل والدها اللي هو مايكل جاكسون، والسبب انه حاول انه يفضحهم وكشفهم على حقيقتهم قدام العالم كله. فبس وهذه كانت سالفة مايكل جاكسون. الحين خلونا ننتقل للمشهور اللي بعده، او نقدر نقول المشاهير اللي بعده، فرقة 2EN1، الفرقة الكورية. هذه الفرقة الكورية هي فرقة نسائية تجاوزت شهرتها حدود كوريا الجنوبية. الناس بدأت تلاحظ ان رموز الماسونية قاعد تطلع بكثرة على ألبوماتهم وصورهم، وحتى الأغاني نفسها. اغلب المعجبين بهذه الفرقة الكورية قاموا يتغاضون عن هذه الامور، ونسوا ان المنظمة الماسونية هي منظمة شيطانية مو منظمة عادية. ادري الحين بتصير ذبحة بالكومنتات تحت من المعجبين بهالفرقة الكورية، ترى انا ما عندي اي مشكلة نهائيا، يعني في مشاهير الحين راح اذكرهم بعد شوي انا اسمع اغانيهم فما عندي اي مشكلة، بس مشكلة الانتقاء. يعني في اغاني شيطانيه، في اغاني تتكلم عن الشيطان وتقدس الشيطان، فلا تسمعوا الاغاني هذه. يعني في فنانين بعد شوي راح اذكرهم انا اسمع لهم واحب اغانيهم، بس اغاني تكون عاديه ما تكون شيطانيه. فالهدف من الفيديو هذا مو انكم تكرهونهم، بس انكم تعرفون وما يصيرون هذول فنانين مقدسين بالنسبه لكم، او ان هذول انتم تتاثرون فيهم حيل. اعرفوا اول شيء هم ينضمون حق شنو، بعدين عادي كيفكم تسمعون اغانيهم ما في اي مشكله، بس لا تقدسونهم، لا تعتبرونهم كل شيء، لان انا متاكد مليون بالميه راح تصير ذبحه تحت بالكومنت. المهم خلونا نرجع لموضوعنا. في فتره من الفترات الفرقه الكوريه اصدروا البومهم كراش، تضمن الالبوم اغنيه منفرده لعضو من هالفرقه هذه اسمها سي ال، والاغنيه هذه تحمل اسم ام تي دي بي، وكان بخلفيه هذه الاغنيه ايه قرانيه، وانا منزل مقطع وفي مشاهدات عاليه فاتوقع اغلبكم شايفها. الحين بتقولوا لي اوكي هذه صح اساءه حق الاسلام، بس ايش دخل انهم يكونون ماسونيين، او ايش دخل الماسونيه اصلا؟ برجع اقول لكم انها منظمه شيطانيه هدفها تشويش الناس وابعادهم عن الدين. فهذه كانت وحده من اوامر الماسونيه على هالفرقه هذه عشان تقدر الماسونيه تخلي شهرتها تستمر وينشهرون اكثر ويزيد حب الناس لهم. المهم خلونا ننتقل للفنانة اللي بعدهم. الفنانة هذه هي اريانا جراندي، اغلبكم يعرفها. اريانا المعروف عنها هي مغنية وممثلة مشهورة، اتضح للناس انها انضمت حق المنظمة الماسونية لان الناس لاحظوا هذا الشيء عن طريق فيديو كليب لها اسمه، لان من المعروف على الماسونيه ان اهم رموزهم هو رمز الشطرنج اللي هو ابيض واسود، سواء كان شكله خطوط او مثل الشطرنج مربعات، ويقولون ان هذا الرمز يدل على الخير والشر بالدنيا. واريانا جراندي كانت واحده من الشخصيات اللي طلعوا باكثر من مره حاطين هذا الرمز اللي هو ابيض واسود رمز الشطرنج. وهم بعد اريانا جراندي طلعت برمز العين المشهور بالماسونيه. وهم بعد في مره من المرات اريانا اصدرت اغنيه وكانت تتضمن كلمات الاغنيه هذه بعد ما تسمع الاغنيه وتسويها بالمقلوب، يعني تشغلها بالمقلوب تطلع لنا كلمات غريبه، كانت تقول بصوت واضح اقتلهم جميعا، بعدين ترد وتقول اقتل ذلك الفتى. زين برايكم منو تعتقدون هذا الفتى اللي هي تقصده بالاغنيه؟ الحين راح يجيكم موضوع بالتفصيل. تخيلوا معي بعد شهرين من اصدار هذه الاغنيه انتشر خبر مقتل حبيبها السابق واللي هو اساسا مغني راب اللي اسمه ماك ميلر. كانت اريانا حيل تظهر استياءها وحزنها على فقدان حبيبها السابق اللي هو ماك ميلر، لكن بطبيعه الحال لا تنسوا ان اريانا جراندي ممثله حتى قبل تصير مغنيه، فسهل عليها انها تمثل الحزن. المهم في ناس قاموا يربطون كلمات الاغنيه ومقتل ماك ميلر، فقالوا ان الماسونيه هي اللي خلت اريانا تقتله، وهذا شيء انا استبعده، هي ما تقتل بنفسها، هي تامر عليهم انهم يقتلونه، وبالذات ان مقتل ماك ميلر كان انتحار، ركزوا على الموضوع كان انتحار، كل الناس اللي قاعد تموت بطريقه غريبه يكون لهم سوابق مع الماسونيه. بتقولون زين الماسونيه شكوا تقتله او اريانا شكوا تقتله؟ راح اقول لكم ما حد يعرف شنو المصلحه من الموضوع، يمكن ماك ميلر اكتشف اشياء عن اريانا وتعاملها مع الماسونيه لان اساسا كان حبيبها، بعدها تخلى عنها وهني قرروا انهم يقتلونه، ما تدرون، في احتمالات واجد. المهم خلونا ننتقل للمشهوره اللي بعدها او الفنانه اللي بعدها اللي هي كاتي بيري. طبعا مبدئيا ما نحتاج نبحث واجد عن تاريخ كيتي بيري عشان نعرف هل هي ماسونيه او لا، لان هي فاضحه نفسها على العلن، او يمكن الناس عرفوا الماسونيه عن طريق كيتي بيري من كثر الرموز اللي تحطها بمقاطعها، هذا بغض النظر عن الاعتراف الشخصي منها ان هي اعترفت شخصيا ان انا منضمه للماسونيه، او علشان نكون دقيقين اكثر قالت بعت روحي للشيطان.
هذا بلقاء تلفزيوني تخيلوا. You know what was going on in my life at 15 and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out and so I sold my soul to the devil. وليش بعتي روحك للشيطان؟ بعت روحي للشيطان مقابل الشهرة والمال. هذا عذره. بعطيكم معلومة يمكن الكثير ما يعرفها. على فكرة كيتي بيري أول ما طلعت تغني ما حد يسمع لها. نهائياً ما حد يسمع لها. بعدها شافتها المنظمة الماسونية فقالوا لها نعطيك الفلوس، نعطيك الشهرة بس تنضمين لنا أو بالأصح تبيعين روحك للشيطان. فعلى طول وافقت. وفعلاً بعد ما انضمت الماسونية على طول انشهرت. من فلوس من شهرة، يعني بالأصح انشهرت بطريقة تخرع. تذكرون لما قلت لكم الدين هو الأساس أو هو المهم بالنسبة حق الماسونية إنه يدمرونه؟ لأن إذا دمروه وصلوا حق أهدافهم بسرعة. هذا بالضبط اللي سوته كيتي بيري عشان تنضم للماسونية. في فيديو كليب لها اسمه دارك هورس، بهالكليب هذا طلعت كيتي بيري انها ملكة وانها كانها قاعدة بالعصر الفرعوني، ففي شيء صار بالكليب هذا خلى الناس تهاجمها بطريقة شرسة، انها طلعت رجال ملامحه شرقية يعني عربية وهم بعد لونه كان عربي وكان لابس قلادة مكتوب عليها الله وكان واقف قدام كيتي بيري وقاعد يكلمها، فعصبت منه وحولته حق تراب. فورا الكليب هذا شيء غامض. انا عن نفسي قبل بهذاك الوقت اول ما نزل الكليب دشيت الكليب وقعدت اطالعه وقعدت تسمع الاغنية، عجبتني الأغنية، عجبني الكليب بس ما كنت أدري بالأشياء السرية اللي فيه. بعدها انتشر الموضوع هذا وسمعت عن سافة القلادة اللي مكتوب عليها الله، رجعت مرة ثانية شفت الكليب موجودة القلادة هذه فعلا. بعدها فجأة انحذف الكليب ونزل مرة ثانية. لما نزل مرة ثانية نزل بدون هذه القلادة اللي مكتوب عليها الله لأن الناس بدأوا يهاجمونها تحت. المهم بعدها قمت أبحث عن الكليب هذا، قمت أبحث عن الأسرار اللي فيه، طلعت فيه أسرار واجد تقدرون تبحثون عنها باليوتيوب راح يطلع لكم كل شيء. فراح تقولين زين شنو الهدف إن الماسونية تسوي هذه الأشياء بطريقة مخفية؟ أحي أقول لكم الماسونية عندها تكنيك معين، هو إن دس الأفكار هذه عبر الصور، عبر الكلمات، عبر الفيديوهات عشان ما تكون واضحة لنا وضوح الشمس. لا بس أنت لما تركز حيل راح تلقاها موجودة. مرة راح تلقون هذه الأشياء صغيرة جدا بالفيديو، مرة راح تلقونها موجودة بالفيديو بس بشكل مقلوب ما يستوعبها عقلنا الواعي، لأن الرسائل هذه تكون بالعادة مباشرة تجيك شيء دايركت، ولكن اللي يقراها مو عقلنا الواعي، عقلنا الباطن. شنو العقل الباطن؟ العقل الباطن هذا اللي يخزن الأشياء، أشياء أنت ممكن تشوفها بالحياة تخزنها بعقل الباطن. يعني مثلا أنت لو تشوف فيديوهات كليب جانب واجد وانت تكون ضد الماسونية وتدري ان اللي قاعد يسوونه هذا مع الماسونية، مع الوقت راح تلاحظ نفسك انت قاعد تسوي الاشياء اللي هم قاعد يسوونها رغم انك انت ضد الماسونية بس انت قاعد تسويها. راح تقول لا انا قاعد استهبل، اصلا قاعد اسوي هذا الشيء استهبال، بس لا تنسى انك انت قاعد تسويها سواء كان استهبال او لا. وين المبادئ اللي كانت ضد الماسونية؟ هذا الحين انت قاعد تسويها. فهذا هو العقل الباطن، لما يخزن لك الاشياء هذه فجأة انت تلقى نفسك انت قاعد تسوي هذه الاشياء بشكل لا ارادي. وطبعا المشهد اللي سوته كيتي بيري بفيديو دارك هورس اللي هو لما حولت الرجال الى تراب، هذه هي كانت فكره واضحه انها فكره الحادية، ان تخلي المجتمع الحادي، وهذه هي اصلا مو فكرتها، هي فكره الماسونيه نفسها. المهم خلونا ننتقل للفنان اللي بعده اللي هو توباك. توباك المعروف عنه كان مغني راب شهير، فكان المعروف عن توباك انه كان من اكثر الناس صراحه لنفسه وللناس. يمكن هذا السبب اللي خلى المنظمه الماسونيه تحاربه، ما تدعو انه ينضم لها، لان دعته انه ينضم لها ورفض، وكان دائما ضدهم يحاربهم بغانيه. هذا الوحيد اللي ما غرته لا الفلوس ولا الشهره. شوفوا بالرغم من ان الماسونيه عرضت عليه مبالغ كبيره ممكن انها تعيش سنين طويله قدام، بس عشان يتخلى عن مبادئه وينضم لهم رفض. رفض توباك لانه كان يكره الاسس اللي انبنت عليها الماسونيه، لان المعروف عن الماسونيه انه أسسهم بنت على العنصرية ومحاربة الدين، وهو توباك أصلا ضد هذا كله، ضد العنصرية وضد محاربة الدين. تخيلوا أن مرة من المرات كان في فيلم أطلبوا من توباك أنه يعطونا $100,000 بس أنه يمثل مشهد بسيط أنه رجل عصابة ومسلم. فهي توباك عرف أن الفيلم هذا منه اللي مؤسسته، فرفض هذا الشيء لأنه يقول هذا الموضوع يخالف مبادئي، أني أروح أشوه سمعة الإسلام. تقدرون تخلونا رجل عصابة بس ليش حددتوا الإسلام؟ يعني تقدرون تخلونا بدون دين، تقدرون تخلونا مبهم، الناس ما تدري هذا مسلم هذا مسيحي يهودي، ما حد يدري، ولا هذا ممكن يسيء لكم، ليش تحددون ديانة معينة؟ فهذا هو كان سبب رفضه. And thought I was going to choose a career before I choose my motherfucking principles, my manhood. So I said, okay, cool, fire me from this $100,000 movie because I ain't gonna play no gangbanger who's a Muslim. المهم بعد فترة توباك سجل ألبومه اللي كان عنوانه قاتل الماسونيين، واضح انه كان هجوم صريح منه على الماسونية. ولكن قبل اصدار الألبوم بشهرين تم اغتيال توباك في 13 سبتمبر 1996، والاكيد انها ما كانت صدفة. المهم خلونا ننتقل للفنانة اللي بعده واللي هي الاخيرة، مع انه في فنانين واجد بس احس الفيديو راح يطول اكثر. الفنانة هذه بيونسي، عشان نكون صريحين ترى انا من المعجبين فيها، جميع الاغاني لها اسمعها لان هي صوت جبار، بس ما انكر انها انضمت للماسونية. انا اوكي احب صوتها اسمع اغانيها بس ما تصل فيني المرحلة اني اقدسها. ففي ناس ممكن راح تكون مختلفة معي بكلمة تقديس. التقديس مو شرط تكون حق ديانة او حق اله، في ناس مثلا في انا مثلا اقدس شغلة معينة، الشغلة معينة لما اقدسها مو معناتها اصلي لها واعبدها، لا تقديس ان حبك لها انه يكون اكبر من الحب الاعتيادي، هذا معنى التقديس. فانا لما اسمع اغانيها احب صوتها، احب الطبقات اللي تغني فيها، بس مو معناته
معناتها ان اي شيء هي تسويه انا اشوفه صح. لا، ما لي شغل بحياتها الشخصيه، لي شغل بالاغاني اللي تغنيها. في اغاني ممكن تكون داعم للماسونيه وهذه الاشياء، بس انا ما اسمع لها، اسمع الاغاني اللي اشوف كلماتها تستهويني، اللي انا احس ان كلماتها تعجبني. المهم، معروف عن بيونسي انها مغنيه وممثله امريكيه، بدت شهرتها في اواخر التسعينات. بيونسي كان حالها حال اي مغنيه، اي مغنيه طبيعيه ما كانت من ضمن الماسونيه، كان لبسها، اغانيها، شكلها، حركاتها حالها حال اي مغنيه، وما كانت معروفه حيل، يعني شهرتها كانت محدوده. لكن الى ان وصلت سنه 2008 وبدت تتغير، كل شيء تغير بعد زواجها من جايزي وشغلها مع جايزي اللي قبل زواجها. قبل ما نكمل خلوني اعرفكم على جايزي. جايزي مغني راب مشهور ومعروف عنه انه دائما كان يمجد الشيطان، هذا كله كان واضح بكليباته، وكان دائما بكليباته يحط رموز ماسونيه واضحه. تزوج جايزي بيونسي 2008 وبدا يشتغل معاها، وهني بدت بيونسي تتغير 180 درجه، صارت شخصيتها على المسرح اكثر جراه وقويه. طبعا هذا كله بشكل غريب، انه قبل ما كانت كذي، بعد زواجها لجايزي صارت كذي. شلون؟ هذا غير رموز الماسونيه اللي قامت تسويها قبل زواجها من جايزي، ما كانت تسوي شيء، نفس رمز الهرم اللي تسوي كذي، والعين الوحده، وارضيه الشطرنج، وغيرها من رموز واجد. المهم خلونا نركز شوي على بعض اغانيها. في واحد من كليبات بيونسي طلعت بيونسي كانها ملكه وقاعدين يتوجونها، وفي لقطه من الفيديو كليب هذا سوت بيونسي حركه خاصه بشيء يسمونه البافوميت. شنو البافوميت؟ البافوميت هذا هو اله عبده الشيطان، الحركه اللي هي مثل اللي قاعد تطلع لكم بالصوره. لو تلاحظون بين الصورتين هذه حركه البافوميت، وجنبها صوره بيونسي هي تسوي الحركه هذه بالضبط. لحد يقول لي صدفه، نهائيا ما ابي اسمع كلمه صدفه. فهذول الناس اللي ممكن تطلع وتقول صدفه، بس احب انوه لكم على شغله معينه، ان فيديوهات الكليب والافلام الاشياء اللي انتم قاعد تشوفونها كلها مدروسه بالحرف الواحد. الحين شنو تسوون؟ الكاميرا وين راح تصير؟ الحين سوي الحركه هذه، سوي الحركه هذه، ما في شيء اسمه بالصدفه نهائيا. بالصدفه هذه بحياتكم انتم، بس بالافلام وفيديوهات الكليب ما في شيء اسمه صدفه. المهم خلونا نرجع شوي بفيديوهات الكليب بيونسي. بيونسي اول ما انضمت الماسونيه واول كليب نزلته خاص بالماسونيه كان فيديو كليب من اغرب الكليبات اللي ممكن تشوفونها بحياتكم. اذا انتم درستوا الكليب هذا وركزتوا عليه بالتفصيل راح تعرفون شنو بيونسي قاعد توصل لكم. هالفيديو كليب هذا قبل لا تتزوج بيونسي جايزي، بس كانت تشتغل معاه وشكله هو عرفها على الماسونيه وبدا يشتغلون عليها. هني هذا اتوقع اول كليب سوته بيونسي خاص بالماسونيه، اسمه كريزي ان لوف. دوروا باليوتيوب ما راح تلقونه نهائيا، مع ان الاغنيه حيل مشهوره ومعروفه، بس ما راح تلقونه، ما ادري لاي سبب كان، بس هي سبب مجهول ما ادري شنو هو. هالفيديو كليب هذا لقيته بمواقع ثانيه، تقدرون تكتبون اسم الكليب ويطلع لكم مواقع ثانيه. بالكليب هذا كان دويتو بين بيونسي وجايزي. بالكليب تطلع بيونسي المعروفه قبل لا تنضم الماسونيه، لبسها، حركاتها، طريقه غنائها، وهي تركب سياره. بعد ما تركب السياره راح تلاحظون جايزي واقف ومعاه ولاعه وصاب بنزين للسياره، بعدها يقط الولاعه على البنزين ويحرق السياره، وبيونسي داخل السياره. بعد ما تحترق السيارة وبيونسي داخل السيارة، تطلع بيونسي من السيارة بس بشكل مختلف تماما عن شخصيتها اللي دخلت فيها السيارة. هذا كله قاعد تلاحظونه انتم بالفيديو الحين. شنو سر الفكرة هذه ان بيونسي تدخل السيارة وتحترق وهي داخل السيارة، بعدها تطلع بشخصية ثانية مختلفة بلبس ثاني؟ بهذا الكليب قاعد توصل بيونسي حق معجبينها وحق الناس كلها ان بيونسي اللي انتم كنتوا تعرفونها خلاص راحت، الحين في بيونسي ثانية. فإلى الآن كانوا الناس شاكين فيها، هل هي من ضمن الماسونية او لا، مجرد شكوك، الى ان جت بيونسي وقطعت الشك باليقين في احدى اللقاءات اللي سوتها، لما قالت ان انا لما اغني على المسرح ما احس بنفسي. فحرفيا حرفيا انا ما احس بنفسي، انا مو اقول انه والله من الحماس انا ما احس بنفسي، لا حرفيا انا ما احس بنفسي، احس انه كاني بغيبوبه، ومن تخلص الحفله اقوم. لما اشوف فيديوهات الحفله انصدم ان انا سويت هذا كله. بعدين تقول ان هذا يرجع الفضل حق ساشا. منو ساشا؟ ساشا هذه هي الشخصيه اللي سوتها بيونسي. بيونسي تقول انا بطبعي خجوله، فانا ما اقدر اسوي الاشياء اللي تسويها ساشا. ساشا هي الشخصيه الجريئه على المسرح، لما تسوي اشياء جريئه على المسرح هذه هي ساشا. يعني باختصار ساشا هي اللي تسوي رمز المثلث وهي اللي تسوي رموز الماسونيه على المسرح، مو بيونسي. هذا باعتراف منها هي. اعتقد هني نقدر نسكر الموضوع، موضوع بيونسي وموضوع الماسونيه بكبره. في فنانين ثانيين واجد من ضمن الماسونيه وتستخدموا الماسونيه حق اغراض معينه، بس خلاص احس ان اكتفينا بهذا القدر. فانتم الحين بعد ما شفتوا الفيديو هذا شنو رايكم؟ من الفنان اللي تشكون انه ممكن يكون ماسوني او لا؟ من الاشخاص اللي قلتهم انا؟ طبعا توباك خلوه على جنب، توباك مو ماسوني، الاشخاص الثانيين. فهو بس لهني وصلنا لنهايه مقطعنا اليوم، طبعا لا تنسى تضيفني بالسناب شات عشان تشوف القصه اللي راح انزلها باكر الساعه 12 بالليل توقيت الكويت ومكه المكرمه. فهو بس، واذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك وتنشرون المقطع بكل مكان اذا حسيت انه يستاهل النشر، ويعطيكم الف عافيه واللي جاي احسن.